سامسونج جالاكسي اس 21 الترا. الموبايل ده هو الترا بكل المقاييس. موبايل بيقدم لك مواصفات الترا بامكانيات الترا. لكن خلينا خطوه لورا كده ونفكر شويه. سامسونج بتوجه الموبايل ده لمين دلوقتي؟ من بداية سلسلة الاس، سامسونج كانت دايما شايفة ان الاس ده يرمز الى سمارت فون، يرمز الى الجهاز الذكي، يرمز الى الجهاز الاعلى من سامسونج. دي السلسلة اللي فيها كل الامكانيات وكل التكنولوجيات الجديدة من سامسونج كانت بتحط في سلسلة الاس. والشناس سنة دي بيطبق الجملة دي بكل المقاييس. ولكن هل هو اس 30 ولا هل هو اس 21؟ هل هو ماينر ابجريد عن الاس 20 الترا اللي كان موجود السنة اللي فاتت؟ ولا هل هو السامسونج جالاكسي اس 30؟ وقبل نبدا في ثلاث حاجات مهمين جدا، انا بيرسونالي اول ما شفت الموبايل ده في الاعلان ده كنت عايز اعرفهم، وقلتها لكم في الفيديو الاولاني اللي انا عملته عن الاس 21 الترا امبريشنز. لو انت شفتش الفيديو الاولاني انصحك بشده انك تشوفه، لان الفيديو ده مش هيكون ايه الحاجات الجديده الروشه في الاس 21 الترا. الفيديو ده هيكون الثلاث حاجات دول، هيكون رصه لبعض السبيكس، بعد كده الثلاث حاجات اللي انا هقوله لكم عليهم، بعد كده ندخل في تفاصيلهم اكتر بعدين. اول حاجه منهم، هل الاكسمس 2100 جديد بيسخن ولا لا؟ هل مشاكله فعلا نفس مشاكل القرف اللي كان بيحصل في الاكس 990 اللي كان موجود في الاس 20 الترا ولا لا؟ تاني سؤال، هل الالم على الاس 21 الترا الجديد بيشتغل بيرفكتلي، بيشتغل زيه زي نوت؟ يعني يا يوسف مش لازم اجيب النوت اللي جاي وممكن استخدم الاس 21 الترا كانه جهاز النوت بتاعي؟ والسؤال الاخير، وده سؤال مش بيهتم بيه ناس كتير ولكن انا كنت بيرسونالي مهتم بيه، هل الكاميرا 3x فعلا بتفرق معاك ولا ده مجرد ماركتنج ايديا كده طلعت لواحد منهم فقال لك نعمل كاميرا زوم اضافيه واديها تبيع وخلاص؟ خلينا ناخد النقط دي، خلينا ناخد نظره سريعه على السبيكس بتاعت الموبايل ده، وهل هو فعلا ابجريد عظيم عن الاس 20 الترا ولا مجرد ماينر ابجريد؟ سبونسر فيديو النهارده هو وفر اكس، اول موقع بيقدم لك كاش باك على مشترياتك اللي بتشتريها اونلاين. كلنا عارفين عن ايه كاش باك، كلنا عارفين حاجات كتير، ولكن وفر اكس جم قالوا لي يوسف انت عارف ان احنا عندنا احسن خدمه عملاء؟ فده اللي احنا رايحين نكتشفه النهارده. وانا عشان نختبر خدمه العملاء دي، انا دلوقتي سايند ان باكونت اسمه حماده عزو @gmail.com. هقول لهم ان انا اشتريت حاجه من صوت.com. انا في الحقيقه ما اشتريتش حاجه من صوت.com، ولكن هختبرهم بقى ونشوف هم هيساعدوني ولا هيقولوا لي يا عم انت نصاب ولا ايه، هيمشي معايا الدنيا ازاي. خلينا نجرب. I bought something from سوق and I did not get my cash back. Would you please tell me your registered email address to check your account? يلا الحماسه هتموتني. وهما بيشوفوا الايميل وكده، حابب اقول لكم يا جماعه ان انا داخل هنا زي زيكم زي اي حد ممكن يدخل. انا مش قايل لهم انا اسمي ايه ولا ايميلي ايه، كل حاجه هنا راندوم جدا. حماده عزو داخل يكلمهم بيقول لهم انا عملت اوردر، فانت متخيل الموضوع عامل ازاي؟ هو طبعا ده اعلان والفيديو ده برعايه توفر اكس، ولكن هما لا يعرفوا ماذا سيحدث في هذا الشيء. انا بصيت في الاكونت بتاعك ولقيتك اللي انت ما عملتش اي ترانزاكشن من الاكونت ده. عموما لو انت عايز تبوست على المعلومات من الاكونت بتاعك، عندك اللينك اللي هو forex/transactions عشان تشوف الحاجات اللي انت عملتها من غير ما ترجع لها كل مره. حلو حاضر. تجربه لطيفه ويعني عاش اوفر اكس عاش. انا ولا لهم ما عدنا بنتكلم فيه ولا لهم انا اسمي ايه، بس الاحترام للعميل. جرب اوفر اكس من خلال اللينك في وصف الفيديو، استمتع ب 2.5 هديه اول مره استخدام. اوفر اكس هو من وجهه نظري احسن خدمه عملاء كاش باك في مصر. اس 21 الترا بس برضو قبل ما نبدا، خلينا متفقين ان الاس 21 هو موبايل فلاج شيب بكل المقاييس. يعني انت بتاخد هنا معالج سناب دراجون 380 لو انت عايش في امريكا او في الصين، لو في بقيه العالم تاخد معالج اكسنس 2100 اللي هنتكلم عليه كتير كمان شويه. تاخد شاشه 6.8 انشز، شاشه كبيره، شاشه ولاول مره من سامسونج 2K 120 هرتز في نفس الوقت الاثنين شغالين مع بعض. شاشه فيها فاريبل فريم ريت، ودي حاجه تكنولوجيا جديده كليا. الشاشه دي بتشتغل من 11 لغايه 120 هرتز على حسب نوع المحتوى اللي انت فاتحه. انت فاتح هنا اللوك سكرين من غير ما تعمل فيها اي حاجه، الشاشه ما فيش اي داعي انها تكون بتريفرش 120 هرتز. انت فاتح لعبه اخرها في السيتنجز بتاعتها 60، فليه الموبايل يقعد يحدث لك 120؟ طب انت فاتح الجاليري بقى وعمال تزوم ان في الصور وتقلب ما بين الصور، بتقلب في السوفت وير ومين وشمال، شاشة شغالة 120
بحت، حاجة ذكية جدا، موفرة في البطارية جدا، وفي استخدامي للشاشة دي ما حسيتش ولا مرة واحدة ان الشاشة دي لا هي شغالة 11 ل 120 طول الوقت. انا حاسسها شغالة 120 وقت بحتاجة تشتغل 120، وقت الحاجات اللي انا بتفرج عليها لا تدعم 120 بتشتغل 11. حاجة في منتهى الذكاء، حاجة موفرة في البطارية، حاجة ولا اول مرة بتشتغل 2K 120 من سامسونج، ممتاز. وبعيدا عن 2K 120، الشاشة دي سوبر اماليد 2X، شاشة خرافية بكل المقاييس، الوانها ممتاز، الوانها بيقول عليها beyond the imagination، الوانها خرافية جدا جدا جدا. انت هتستمتع وانت تبص على شاشة زي دي بالسطوع على 1500 نتس، خرافي. الموبايل بيجي 256 جيجا مساحة داخلية و12 جيجا بايت رامات، وعندك اوبشن تشتري 512 و16 جيجا بايت رامات لو انت عايز حاجة زي كده، وفي نسخة برضو لو انت عايز تدفع اقل شوية ممكن تشتري 128 جيجا. هل بالارقام دي S21 Ultra هو الموبايل المثالي؟ هل هو الموبايل القوي جدا؟ بصراحة انا شايف ان هو وش نقاشة معجون، فاهم؟ انا لسه بشطب شقه فحاسس بالحاجات دي كده وانا بقولها لك، فاهم؟ هو 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 حيطها مكسره كده، فهو ده بيلمع الحيطه، بيسد الفراغات، بيساوي الحيطه ببعضها، بيخلي الكاميرا بتفوكس احسن، بيخلي الموبايل جامد اكتر. بس هو مش حيطه جديده، هو تشطيبات على الحاجات الموجوده قبل كده في الاس 20 الترا. بل والسنه دي في كذا حاجه تم الاستغناء عنها في الاس 21 الترا. السنه دي اول موبايل من سامسونج في سلسله الاس ما يكونش فيه مايكرو اس دي كارد. الموبايل ده اتشال منه مايكرو اس دي كارد، بقالنا سنين بنشوفها، وسامسونج كانت بتقول لك الموبايل ده ممكن يوصل 1.5 تيرا بايتس، ده ما فيهوش اس دي كارد. اخرك هنا 512 لو تروح نسخه عاليه جدا، او 256 او 128 جنيه. ولكن الحق يتقال برضو، الفرق من نسخه ال 128 و 256 اقل من 50 دولار، اقل من 700 جنيه. سامسونج لاول مره بتشيل الشاحن من جوه علبه الموبايل هو والسماعه، ولكن في نفس الوقت حطت لك خصم 50% على كل الوال ادابترز المتاحه على السوق عندها. يعني انت لو جيت تشتري الشاحن 25 واط الاصلي بتاع سامسونج، بدل ما كان ب 20 دولار يعني تقريبا حوالي 300 جنيه، بقى 150 جنيه، بقى ب 10 دولار. من الحاجه اللي عجبتني اكتر، بما انهم شالوا السماعه من جوه علبه الموبايل، عملوا السماعه دي مش سماعه بسلك الاي كي جي، عملوا سماعه الوايرلس البادز برو مجانيه اصلا لو انت عملت بري اوردر للموبايل ده. حركات مش بنشوفها من شركه زي ابل مثلا، لما بتيجي تنزل لك موبايل بتشيل لك كل حاجه وتحط لك الحاجات باسعارها وكمان اغلى وانت مضطر تشتريها. هنا انت مش مضطر تشتريها عشان كانت موجوده في فيرجنز قبل كده. وهنا يا جماعه بس اقول حاجه، انا مش بطبل لشركه سامسونج، انا اصلا مش بستخدم موبايل سامسونج، هو الاساسي موبايل اساسي هو الايفون 12 برو ماكس، وهستمر استخدم 12 برو ماكس حتى بعد ريفيو سامسونج الاس 21 الترا. فده مش معناه ان انا بحب الموبايل ده او ما بحبش الموبايل ده، انا بقول هنا الحقائق اللي لازم تتقال. شركه مديك سماعات مجانيه وايرلس لو عملت بري اوردر، الشركه عامله خصم 50% عشان هي ما حطتلكش الشاحن في العلبه. حركات نظيفه. طيب مبدئيا الموجود في المقارنه دي هو الاكسنس 2100 ضد السناب دراجون 380، معالجين المفروض ان هم موجودين بامكانيات منافسه جدا من بعض. والغريب في الموضوع ان المعالجين دول متصنعين من سامسونج. معالج السناب دراجون 380 مصنع في فين فات سيليكون في مصانع سامسونج. يعني انت بتتكلم هنا ان النسختين من الموبايل دول سواء الاكسنوس او السناب دراجون معمولين هما الاثنين عند سامسونج. بس طبعا زي ما كلنا عارفين سناب دراجون دي شركه غير تابعه لسامسونج. سناب دراجون دي شركه بتعمل ديزاينات للمعالجات بتاعتها، وبتقول لسامسونج بما انها عندهم المصانع الكبيره اللي تقدر تكمل الحجم والكميات دي، فهم بيصنعوا عند سامسونج، ولكن الديزاين والارباح وكل الحاجات دي بتروح لسناب دراجون لكوالكم. انا لو من سامسونج وشايف البروسيسور بتاع المنافس بيتصنع عندي، اركز كده معاه شويه واعرف هو بيتعمل ازاي واعرف كل التفاصيل، ما هو كله بيتصنع عندي، واخد كل التفاصيل دي وازود عليها واعمل بروسيسور اقوى منه في الاكسنوس وابيعه للناس. ولكن مش هو ده اللي حصل السنه اللي فاتت بالظبط. السنه اللي فاتت كان برضو السناب دراجون 865 بتصنع عند سامسونج، والاكسنوس 99 كان كارثه بكل المقاييس، كان الموبايل بيسخن، كان الموبايل فيه مشاكل كتير جدا جدا جدا. ولكن هل السنه دي في اي اختلاف في الموضوع؟ خلينا نبدا بالارقام والسبيكس. المعالجين مقسومين ل 8 كورز. الكور الاولاني هو كور سريع، هو كور الكلوك سبيد بتاعته عاليه قوي، هو الكورتكس اكس 1 بسرعه 2.9 جيجا هرتز في الاكسنوس و 2.83 جيجا هرتز في الكوالكوم سناب دراجون 380. التلاته كورز اللي بعدهم في اكسنوس 2.8 جيجا هرتز، اما في سامسونج في السناب دراجون 2.42 جيجا هرتز. اخر اربع كورز الكورز اللي موفره في الطاقه اللي بتشتغل في الباك جراوند، اللي بتشتغل بالشاشه 11 هرتز مش 120 هرتز، هما 2.2 جيجا هرتز في سامسونج و 1.8 في المنافس في كوالكوم. كروت الشاشه مختلفه، جي 78 في سامسونج وادرينو 660 في السناب دراجون. وكان المعالجين بيدعموا ال 5G، اقصى قدره شاشه هي كواد اتش دي ومعاها 144 هرتز، والمعالجين يقدروا يسبورتوا كاميرا لحد 200 ميجا بكسل بتطلع صور
من كاميرا واحده. فاحنا على الارقام احنا بنشوف معالج سامسونج الاكسينوس بيقدم كلوك سبيد اعلى، بيقدم قدره اقوى كارقام را، ولكن الغريب ان لما نيجي نفتح البنش ماركس بنلاقي الموضوع ده لا يترجم للبنش ماركس تماما ما بين نسخه السناب دراجون ونسخه الكوالكوم. فبسرعات الكلوك سبيد بتاعه المعالج دي المفروض ان احنا بنشوف الكلام ده يترجم لارقام بنش ماركس واداء اعلى في الحقيقه، ولكن تيجي المفاجاه الغريبه جدا جدا لغايه دلوقتي انا بيرسونلي مش فاهمها. انتوتو بنش مارك في اكسنس بيجيب 1074 نقطه، في السناب دراجون بيجيب 1139 نقطه، وفي بعض البنش ماركس تانية بتوصل الفروقات النقط لاكثر من 100000 نقطه، 640 الف في الاكسنس، 740 الف في السناب دراجون. ارقام غريبه، واللي يبهرك اكتر انك لما تيجي تعمل بنش مارك مره بتلاقي بنش مارك بيطلع لك رقم، بتعيد البنش مارك مره تانية بتلاقي رقم مختلف عن الرقم اللي قبله، اختلاف مش قليل. والموضوع ده انا كنت متابعه جدا ومترصد لكل الجيكس، ولما الموبايل ده جالي قعدت اجربه بنفسي تجربه يعني جامده جدا جدا جدا. والصراحه عملنا اختبار لطيف قوي، الموبايل ده حطيناه على ترابيزه وشغلنا الكاميرا وقعدنا نلعب عليه لعبه لمده ساعه متواصل، الموبايل ما بيفصلش برايتنس على الاخر على سيتنجز، بنلعب لمده ساعه متواصل. ونتيجه هذا الاختبار كانت نتيجه بصراحه من وجهه نظري ايجابيه، والنتيجه كانت ان الموبايل ده سخن قوي، ما كانش معايا ثرمومتر او كده عشان اقدر اقيسه، ولكن اقدر اؤكد لكم ان هو سخن جدا، سخن قوي قوي قوي، خصوصا ان احنا كمان في جو شتاء، فالمفروض درجه الحراره جوه الاوضه حوالي 15 16، والموبايل ده حرارته من وجهه نظري وقت ما لمسته تتخطى ال 40 درجه مئويه لو انا ماسك الموبايل ده، وده رقم كتير. ولكن مع السخونه دي الموبايل ده ما لاحظناش فيه اي تقطيعات في الساعه دي غير في بضع من الثواني اللي كان فيهم تهنيجة كده كل حاجة، وده كأداء موبايل ببروسيسور بمقارنة مع الاكسنس 990 ده أبجريد محترم، والموبايل ده بيسخن ولكن مش بيأوفر هيت، مش بيأندر كلوك، أو موبايل ده بيبوظ بسبب السخونة، ودي حاجة ممتازة. تاني حاجة الناس كانت عايز تعرفها جدا عن الـ S21 Ultra الجديد، القلم بتاع النوت بيشتغل وإيه أخباره، هل بيشتغل كويس ولا لأ؟ بصراحة القلم ده مش قادر أقول في أي اختلاف ما بينه وما بين السلسلة النوت، هو الاس بقى اوفيشالي نوت 20 الترا 100%. خليني اوضح حاجه بس، ده قلم السامسونج جالاكسي نوت 9، انا مش معايا حاليا نوت 20 الترا فقلت اجرب بقلم النوت 9، ولكن قلم النوت 20 الترا برضه مش بيقدم لك اي حاجه زياده عن قلم النوت 9 حاليا. سامسونج وعدت من شهرين 3 شهور هيجي سوفت وير ابديت للاس 21 الترا هيسمح للاير جستشرز ان هي تشتغل. ايه هي الاير جستشرز؟ الاير جستشرز دي اللي كانت اللي انت تدوس على الزرار كده وتعمل دوريه في الهواء فيروح فتح لك ابلكيشن الكاميرا، انك تدوس على الزرار مثلا وتعمل سهم فيعمل سكيب للاغنيه. كل الفيتشرز اللي احنا شفناها واعجبنا بيها في قلم النوت 20 الترا هتكون موجوده هنا بالكامل لما تشتري الكفر اللي جواه الاسباني الجديد، حاجه ممتازه. ثالث حاجه والحاجه دي اللي كان عندي فيها تساؤل كبير قوي اول ما الموبايل ده جالي، هل فعلا الكاميرا 3X بتفرق في الكواليتي بتاعه الموبايل ده ولا هي ماركتنج ايديا جت لسامسونج؟ خلينا بكون بقول لكم حاجتين. مبدئيا في ابجريد حصل في الكاميرا الزوم ان الاصليه اللي هي كاميرا الزوم دي، سامسونج بتقول ان هي بقت 10x اوبتيكال زوم. انا رجعت في الارقام كده للاس 20 الترا اللي بتاع السنه اللي فاتت وقعدت اركز شويه في الارقام، قال لك ان الاس 20 الترا كان 5x اوبتيكال 10x هايبريد، اللي هو بيستخدم الكاميرا 108 ميجا بكسل مع الكاميرا 5x عشان يعمل لك 10x كده، حاجه هاردويرش سوفتويرش على بعض كده، كاميرا 10x وبتوصل ل 100x سوفتوير فقط. فهنا الابجريد الحقيقي اللي حصل هي 10x اوبتيكلي، كاميرا بتوصل 10x زوم اوبتيكلي وتقدر توصل ل 100x عن طريق 10x زياده، يعني تضرب 10 في 10 فيدي لك ال 100x، وده يعتبر اكتر من 5 في 20 عشان تدي لك ال 100x بتاع السنه اللي فاتت. طيب الكاميرا بقى 3x، هل هي فعلا ابجريد روش؟ هل هي فعلا ابجريد قوي؟ وقبل ما تشتمني خليني اشرح لك اللي قال ايه. السنه اللي فاتت كان عندنا كاميرا ال 5X اوريدي، وكانت الكاميرا الاساسيه 108 ميجا بكسل، كنت انت لما بتزوم في 108 3X كنت بتخسر اكيد بعض الكواليتي، ولكن ما كانتش الكواليتي الرهيبه، ولما بتوصل 5X كان بيحول للكاميرا ال 5X، يعني انت ما كنتش محتاج ان انت تروح لغايه 10X او كده عشان تحصل على كواليتي، ودي الحاجه اللي كانت محتاجين يعملوها السنه دي، لان السنه دي انت ما عندكش اي حاجه بين ال 1 وال 10، فانت لو وصلت اللي انت عايز تعمل زوم ان 7X ولا حتى 9X فانت في مشاكل كتير في النص. فهي السنه دي هي كاميرا مهمه انها تتحط، هي كاميرا كانت اساسيه انها تتحط، هل فيها ابجريد عن السنه اللي فاتت؟ هل هصور صور احلى 3X؟ مش فارقه قوي عن الاس 20 الترا، ده رايي التفصيلي في الموبايل بس كده. كده بكون رديت على كل الاسئله اللي كانت عندي اول ما مسكت الموبايل ده.
اتمنى الفيديو يكون عاجبكم، وزي ما قلت الفيديو ده هو تكمله للفيديو الاولاني اللي اتقال فيه الفيتشرز الجديده، وان الكاميرا لايف فوكس بقى اسمها بورتريت، وان الموبايل بقى فيه مش عارف شاشه 11 ل 120 مش راح. ده فيديو ابديت عن الحاجات اللي اتقالت في الفيديو الاولاني، فانت ما شفتش الفيديو الاولاني لازم تكون شفته. معايا فوق على اليمين، شكرا على شفت الفيديو ده، اشوفكم في الفيديو.